خاص من نذيره الجزائري. خوف من إعصار غير مسبوق في اليابان، والسلطات اليابانية تدعو آلاف المواطنين الإخلاء. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يستقبل مبعوثا من الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون. استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي صباح اليوم الأحد في القصر الرئاسي المبعوث الخاص من نذيره الجزائري السيد عبد المجيد تبون، حاملا معه رسالة خطية من نذيره الجزائري. وفي مسهل اللقاء سلم مبعوث الرئيس الجزائري وزير التجارة السيد كمال رزيق رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية، تتضمن دعوة رسمية من الرئيس الجزائري تبون، دعا فيها نذيره الجيبوتي فخامة الرئيس زغيلي للمشاركة في القمة العادية 31 لجامعة الدول العربية التي ستعقد في نوفمبر المقبل في الجزائر. وشكل اللقاء فرصة لمناقشة السبل ووسائل زيارة زيادة المستوى التبادل والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما تمحورت مناقشات اللقاء حول إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين يكون لها مهمة تحديد المشاريع ذات الاهتمام الاقتصادي المشترك للبلدين. وشارك في هذا اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف، ووزير التجارة والسياحة السيد محمد ورسما ديريا. وفي مقابلة أجراها معه التلفزيون الوطني علق المبعوث الخاص للرئيس الجزائري وزير التجارة السيد كمال رزيق على هذه الزيارة. أشكر السيد الرئيس على الاستقبال الذي حظينا به اليوم. تشرفنا بتقديم رسالة موجهة من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية إلى أخيه رئيس جمهورية جيبوتي لدعوته رسمية لحضور فعاليات أشغال المؤتمر الجامعة العربية الذي سينعقد إن شاء الله في الجزائر شهر نوفمبر. وأمر آخر أيضا، يعني نقلت إلى السيد الرئيس تحيات أخوه عبد المجيد تبون، تحية خالصة له وللشعب جيبوتي، متمنيا له ولشعب جيبوتي ودولة جيبوتي الازدهار والرقي. كما حملني السيد الرئيس أيضا أن نقدم بدوري تحيات السيد الرئيس إلى أخيه السيد عبد المجيد تبون أيضا بتحياته الخالصة، ومتمني نجاح الدورة كما تمنى التوفيق للجزائر والشعب الجزائري. من جانبه تحدث وزير التجارة والسياحة السيد محمد ورسما ديريا في تصريح للتلفزيون الوطني عن أهمية هذه الزيارة التي قام بها مبعوث الرئيس الجزائري وزير التجارة ولقائه بالرئيس الجمهورية، وقال إن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي استقبل في القصر الرئاسي وزير التجارة لدولة الجزائر الشقيقة وتسلم منه رسالة خطية تتعلق بدعوة نذيره الجزائري لرئيس قيلي مشاركة في قمة جامعة الدول العربية التي سيتم عقدها في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل. وقال تطرقنا وأن الوزير تطرق مع رئيس الجمهورية جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل كثيرة لتعزيز هذه العلاقة إلى آفاق أوسع وأرحب، خاصة فيما يتعلق بالتجارة. أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما رئاسيا يتعلق بتخفيف إجراءات الوقاية والمكافحة والاستجابة جديد انتشار فيروس كورونا. نتابع. أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما رئاسيا يخفف من إجراءات الوقائية والمكافحة والاستجابة ضد انتشار فيروس كورونا. المادة الثانية تتعلق بارتداء القناع وممارسة التباعد الاجتماعي، حيث ينتهي ارتداء الأقنعة الإجباري وممارسة التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن العامة وجميع المؤسسات العامة والخاصة المفتوحة للجمهور وجميع وسائل النقل العام وجميع وسائل النقل البحري وسكك الحديدية الجماعية وكل دور العبادة. ومع ذلك فإن ارتداء القناع في الأماكن المذكورة أعلاه لا يزال موسى به بشدة لجميع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوع خطير من المرض، وكذلك لجميع الموظفين العاملين في الهياكل الصحية. المادة الثالثة تتعلق بنظافة اليدين وتهوية المباني. يوصى بشدة بتوفير أجهزة غسل اليدين أو الجل المائي الكحولي
عند مداخل ومخارج جميع المؤسسات العامة والخاصة، ولا سيما مباني الرعاية الصحية. يسعى بشدة أيضا بالتهوية اليدوية أو التهوية الميكانيكية قدر الإمكان للأماكن المغلقة، البيئة المهنية والمدارس وأماكن التجمع بما في ذلك أماكن العبادة، حيث يطلب من مجموعة من الأشخاص البقاء. المادة رقم 4، التدعيم ضد كوفيد-19. يظل التدعيم ضد مرض كوفيد-19 إلزاميا لجميع الأفراد من مواطني جيبوتي والأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والمقيمين على التراب الوطني وفقا للتوجيهات الوطنية الصادرة في هذا الصدد. المادة 5، نظام الرقابة الصحية على الحدود. يخضع المسافرون عند الوصول والدخول الأراضي الوطنية لشروط التالية: يتم إعفاء جميع الركاب الذين تم تدعيمهم بالكامل من اختبار PCR. سيطلب من أي مسافر لم يتم تدعيمه أو تم تدعيمه بشكل غير كامل تقديم نتائج اختبار RT-PCR السلبي الذي تم إجراؤه في غضون 72 ساعة قبل المغادرة. في حالة عدم وجود ذلك سوف يستفيد من اختبار PCR الذي سيتم إجراؤه عند نقطة الدخول إلى التراب الوطني للمسافرين المغادرين. يخضع الجيبوتيون وكذلك المقيمون الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والمغادرون جيبوتي للالتزام بتقديم دليل على جدول التطعيم الكامل باستثناء تقديم شهادة موانع لمغادرة البلاد. يجب على المسافرين تقديم نتيجة اختبار فحص PCR سلبي إذا كانت اللوائح المعمول بها في بلدان المقصد مطلوبة. حضر سفير جمهورية جيبوتي لدى فرنسا والمملكة المتحدة سيد عايد مسعد يحيى ممثلا بالرئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرجلي إلى لندن للمشاركة ماذا في مراسم تشييع جنازة جلالة الملكة إليزابيث الثانية في لندن رئيسة. هذا وقد أتيحت الفرصة للسفير للوقوف أمام التابوت ليقول باسم جمهورية جيبوتي وداعا أخيرا لجلالة الملكة. إضافة إلى ذلك حصل السفير الجيبوتي في فرنسا شرف التوقيع على سجل العزاء بقصر لانكستر وهاوس وتسجيل برقية تعزية نيابة عن رئيس الجمهورية، كما وضع بشكل رمزي باقة من الزهور في الحديقة الخضراء حيث جاء مئات الآلاف من الناس ليشهدوا على محنتهم بعد فقدان الحاكمة. كما سلم السفير الجيبوتي نسخة من رسالة مكتوبة من قبل رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي إلى جلالة الملك شارل الثالث. ويشارك السفير مساء الأحد في حفل استقبال الذي أقامه الملك لكبار الشخصيات الذين حضروا للمشاركة في مراسم التشييع. في إطار الحملة التوعوية لتشجيع الشباب للقيام بتسجيل أنفسهم في السجل الانتخابي بفرع الدائرة الثالثة، هذا وعقد صباح اليوم الخميس الماضي الموافق 15 سبتمبر اجتماع توعوي مهم بمقر إدارة الدائرة الثالثة. وجرت هذه المناسبة بحضور رئيس بلدية بلعوس السيد عبد القادر إيمان آدم والنائبي الدائرة الثالثة وهما إبراهيم أحمد عبدو ومحمود مصطفى. كما حضرت الاجتماع النائبة الثانية في الدائرة الثالثة السيدة فاطمة إبراهيم علي ومسؤولون من وزارة الشباب والثقافة ومسؤولون أيضا من الأحياء. المبارك هذا المكان التاريخي في هذه الوقت الذي نحن نحتاج إليكم لكي تسجلوا أولادكم وأحبائكم وأبائكم وأمهاتكم الذين ما زال ما صوتوش. لدينا أيضا قائمة في الحارة الثالثة في حمبري ترازي مارانديسمو، عليكم أيضا أن تخبروا هؤلاء لكي يتوجهون إلى هذه المحافظة ترازي مارانديسمو لكي يتسجلوا في هذه القائمة المهمة، لأنه لدينا انتخابات مهمة في فبراير 2023.
عقب فلل خني طرأ في مصنع تحلية المياه البحر في طراريه. بدأ تشغيل قنوات تصريف المياه من مصنع تحلية مياه البحر والذي عانى من بعض مشاكل فنية الأسبوع الماضي، مما تسبب في حدوث اضطرابات في بعض الأحياء العاصمة. هذا وقام فنيو المصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي وكذلك شركة إدارة المصنع بجدية لإصلاح أنبوب المياه هذا، وقامت هذه الفرق بإصلاح وإعادة فتح القنوات المياه وفقا لتعليمات صارمة التي أعطيت لهؤلاء الفنيين من قبل المسؤول الأول في الأونيات سيد فؤاد محمد فؤاد عبدو. إن التحدي الناجح والعودة إلى توزيع الطبيعي للمياه قد أسعد السكان هذه الناحية. انعقد المنتدى 15 لمستخدمي في وميتا في دار السلام بتنزانيا في الفترة 12 و16 سبتمبر الجاري، وقد تم تنظيمه بالاشتراك مع المنظمة الأوروبية لاستقلال الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أوم بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية التنزانية. ويعقد هذا المنتدى في كل عامين مرة بمشاركة المدير العام للوكالة الوطنية للأرصاد الجوي المهندس محمد إسماعيل نور والعضو المنتدب خاصة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية الجيبوتية. وأن هذا المنتدى يسعى إلى تعزيز دور الأرصاد الجوية العالمية فيما يتعلق بتنبؤ الأرصاد الجوية. عقد يوم الخميس الماضي بقاعة الاجتماعات للمجلس الإقليمي في إقليم تجورة جلسة تبادل المعلومات حول مشروع مشاركة المجتمع المدني في الحكم والتنمية المحلية، وتم تمويل هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفذه الرابدة الدولية لرؤساء البلديات الناطقين بالفرنسية تحت إشراف وزارة الداخلية. والهدف من هذا المشروع هو التبادل مع أعضاء لجنة تنسيق التنمية الإقليمية والمنظمات المجتمع المدني التوجيهية للدعوة لتقديم المقترحات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني بهدف تنفيذ مشاريع تتماشى مع أولويات التنمية المحلية في المنطقة والتي هي جزء من أحد مكونات المشروع. وتسمح عمليات التبادل الفريقة إدارة المشروع بجمع الملاحظات والتعليقات على محتوى المبادئ التوجيهية ولا سيما بشان الموضوعات ذات الأولوية على مستوى كل المنطقة. وعقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس الإقليمي السيد عمر حسين وبحضور نائب المحافظ السيد حبيب جيلاني، وجمعت هذه المناسبة أيضا حوالي 30 شخصا يمثلون المسؤولين المحليين والجمعيات المدنية. وفي مداخلة لنائب المحافظ السيد حبيب جيلاني أشار إلى أن هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة للمنطقة إذ أنه يهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في تنمية المحلية. قامت مؤسسة ديوان الزكاة بتوزيع الدفعة الأولى من مستحقات كفالة الأيتام وذلك في منطقة الدخل وتحديدا في مركز الرحمة العالمي، واستفاد من هذه الكفالة أكثر من 85 يتيما ويتيمة برفقة أولياء أمورهم حيث تلقوا الدفعة الأولى من كفالة الأيتام. وقد ترأس حفل توزيع كفالة الأيتام مسؤول منطقة الدخل وديوان الزكاة، ويشار إلى أن ديوان الزكاة سيوسع هذه الشريحة من الكفالة على الأيتام في العاصمة وبلبلة غدا الاثنين خلال حفل رسمي يقام في القصر الشعب. كفالة جزئية، لأن كفالة تنقسم إلى قسمين، كفالة شاملة وكفالة جزئية. فإذا كانت جزئية بمعنى فإعداء اليتيم جزءا يساعده في شراء أدواته المدرسية في أثناء الدخول المدارس، وهذه المبالغ قد يدفعها المحسنون الجيبوتيون وليس من المحسنون من الخارج، فهذه الكفالة دائما تأتي من الجيبوتيين في الداخل. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتهم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار
الصبابة والوسطى. ومن هنا نحث أيضا المحسنين الجيبوتيين الذين لم يشاركوا في هذا الموضوع أن يشاركوا. وفي سياق متصل، قامت مؤسسة ديوان زكاة بتوزيع الدفعة الأولى من مستحقات كفالة الأيتام، وذلك في منطقة علي سبيحة، واستفاد من هذه الكفالة 75 يتيما ويتيمة برفقة أولياء أمورهم، حيث تلقوا الدفعة الأولى من كفالة الأيتام. وترأس حفل توزيع كفالة الأيتام نائب رئيس المجلس الإقليمي في علي السبيحة سيد داود سعيد جيدون، وبحضور ممثلين من إدارة ديوان الزكاة. دوليا، وفيما يتعلق بالأخبار الجو، حيث أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم أمس السبت تحذيرا استثنائيا لمقاطعة كوشيمونا في جزيرة كيوشو الواقعة في أقصى جنوب اليابان، مع ترقب المنطقة لوصول إعصار قوي. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم أمس السبت تحذيرا استثنائيا لمقاطعة كاجوشيما في جزيرة كيوشو الواقعة في أقصى جنوب اليابان، مع ترقب المنطقة لوصول إعصار قوي قد يكون مدمرا. جاء هذا التحذير بعد أن حثت الوكالة آلاف المواطنين في وقت سابق اليوم على إخلاء إجراء من جزيرة كيوشو الجنوبية قبيل الوصول لإعصار نان مادول، الذي من المتوقع أن يكون مصحوبا بأمطار يتجاوز منسوبها نصف متر عند تبلغه اليابسة في اليوم الأحد. إلى هنا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن إصغائي والمتابعة.